منذ أيام، والبصرة تستعد استعدادا كبيرا بكافة فعالياتها الشعبية ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم، من أجل يعني إنجاح بطولة خليجي 25 التي تحتضنها محافظة البصرة جنوبي العراق. وبالتالي تم يعني إنهاء كافة الاستعدادات، لا سيما على مستوى الملاعب التي سوف تستضيف البطولة، وهي ملعب النخلة أو المدينة الرياضية في البصرة، إضافة إلى ملعب الميناء الذي تم افتتاحه أيضا قبل انطلاق فعاليات هذه البطولة. وبالتالي أيضا كانت هناك حملة خدمية حقيقة تشهدها محافظة البصرة منذ أشهر، من أجل يعني إتاحة كافة الخدمات أمام المشجعين، لا سيما الذين سوف يأتون من الدول الخليجية التي سوف تشجع منتخباتها. وحقيقة نرى هناك حضور لافت من المشجعين الخليجيين منذ أيام في مدينة البصرة، وهم يستعرضون أهم وأبرز معالم مدينة البصرة وفنادقها وأيضا شوارعها، من أجل التعريف للمشجعين القادمين بعد أيام عند افتتاح هذه البطولة، وأيضا حتى بطاقات الدخول إلى هذه المباريات حقيقة تم بيعها بالكامل.